بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد المحافظ الأستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، سيدات والسادة الحضور، الضيوف الكرام، يسعدني أن أرحب بكم في مؤتمر سيملس شمال أفريقيا الذي تستضيفه مصر للعام الثاني على التوالي، وسط حضور عالمي وإقليمي ومحلي مميز لكبرى المؤسسات المالية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية الدولية والإقليمية بمنطقة شمال أفريقيا. لقد شهدت مصر في السنوات الخمس الأخيرة نقلة نوعية في الرؤى والأفكار والخطط التي استهدفت تحقيق الإصلاح الاقتصادي المتكامل، وكان من ثمار ذلك ما تحقق من أرقام ومستويات تطور ونمو في معدلات الأداء الاقتصادي، من حيث معدلات النمو القومي وحجم الاحتياطي النقدي والاستقرار في السياسة المالية والنقدية، مما جعل لنا قطاعاً مصرفياً قوياً وشريكاً فعالاً في منظومة الإصلاح. هذه الثمار التي قمنا بتحقيقها لم يتم الإشارة إليها من جهتنا، ولكن تم رصدها والإشارة إليها في تقارير وشهادات ووثائق ودراسات قامت بإعدادها مؤسسات وجهات متخصصة على مستوى العالم. إننا عندما أقدمنا على الإصلاح الاقتصادي فقد امتدت نظرتنا لكل الأبعاد، ليأتي برنامج الإصلاح الاقتصادي متكاملاً على كافة المستويات، فالعدالة الاجتماعية تتطلب تطويراً تكنولوجياً لامتلاك قاعدة معلومات تتيح وصول الدعم إلى مستحقيه، كما أن تحقيق النمو المنشود في كافة الأصعدة بالسرعة المطلوبة يتطلب تطويع التكنولوجيا وتشجيع الابتكار. ومن هنا فإن مؤتمركم هذا يأتي في التوقيت المناسب، فمصر التي تستقبلكم في هذا المؤتمر تترأس الاتحاد الأفريقي في دورته 32، حيث بادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبني خطط إنمائية لهذه القارة الواعدة، وتواكب مع ذلك رئاسة محافظ البنك المركزي المصري السيد طارق عامر لجمعية محافظي البنوك المركزية الأفريقية. ولذا يأتي مؤتمركم ليتوج ويساند ويدعم كل هذه الجهود بفكر مستنير على المستوى الأفريقي، كما تتوافق الموضوعات والمحاور التي يتناولها المؤتمر مع التوجهات العالمية من جانب، ومع الجهود التي تبذل من الدولة المصرية للتحول إلى مجتمع لا نقدي وتحقيق الشمول المالي من جانب آخر. ويأتي في مقدمة هذه الجهود إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية، والذي شهدت أولى جلساته وضع الإطار العام للتحول إلى مجتمع لا نقدي، وهو الإطار الذي يشمل عدداً من المحاور الهامة مثل إنشاء منظومة بطاقات الدفع الوطنية، ووضع إطار تشريعي ورقابي لتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية، وهي المحور الرئيسي للمؤتمر الذي نحن بصدده اليوم. ولقد ساهمت القرارات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات منذ إنشائه في فبراير 2017 في سرعة تحرك كافة الجهات نحو اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مواكبة أحدث المعايير الدولية المتبعة للتحول إلى نظام المدفوعات غير النقدية، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات. وسيقوم البنك المركزي بالتطرق إلى ما تم تنفيذه عملياً وأصبح واقعاً خلال فعاليات هذا المؤتمر، فما بذله فريق العمل بالبنك المركزي المصري من جهد محل تقديرنا جميعاً. كما إنني أود أن أشيد بمنظومة الدفع الوطنية التي تم إطلاقها بنجاح في ديسمبر 2018، والتي تم الاعتماد عليها في تنفيذ مشروع ميكنة المتحصلات الحكومية، الذي يعد من أهم المشروعات التي تتبناها الحكومة، وتقوم وزارة المالية بتنفيذه بالتعاون مع البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، حيث بدأ سداد المستحقات الحكومية بالفعل من خلال قنوات القبول بالجهات الحكومية اعتباراً من أول مايو الماضي، كما يجري حالياً التنسيق بين البنك المركزي المصري والعديد من الوزارات للاعتماد على منظومة الدفع الوطنية في صرف المستحقات النقدية للمواطنين. وفي ظل دعم القيادة السياسية للجهود المستمرة من كافة الجهات للتحول للاقتصاد الرقمي، صدق السيد رئيس الجمهورية في إبريل الماضي على القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وهو القانون الذي يعطي دفعة قوية للتوسع في المدفوعات الإلكترونية. وقد راعت الحكومة في هذا القانون
رفع العبء عن المواطن حيث تحملت الحكومة كافة تكاليف وأعباء إتاحة وسائل الدفع غير النقدية للمواطن الذي يقوم باستخدام وسائل الدفع الرقمية والاستفادة بمزاياها العديدة دون أي تكلفة إضافية. السيدات والسادة، إن الحكومة إن الدولة المصرية على قناعة بأهمية التطوير المستمر للخدمات المالية والمصرفية قد يصبح الحصول عليها أسهل وأسرع، ونحن على يقين بأن التكنولوجيا المالية هي السبيل إلى تحقيق ذلك في ضوء مقدرتها على تحقيق طفرة في كفاءة وفعالية الخدمات المالية والمصرفية المقدمة وسرعة وصولها لمختلف فئات المجتمع وخاصة المواطن البسيط. كما أن التكنولوجيا المالية تسهم في توفير نوعية جديدة من فرص العمل للشباب. لقد كانت قناعة الدولة المصرية بأهمية التكنولوجيا المالية والابتكار دافعاً رئيسياً للبنك المركزي المصري لوضع وتطوير استراتيجية التكنولوجيا المالية ودعم الابتكار، والتي تم صياغتها اعتماداً على معطيات مصرية وإقليمية ودولية، وتشتمل على عدد من المحاور الهامة التي دخلت حيز التنفيذ. كما أن الحكومة المصرية حريصة على تشجيع صناعة التكنولوجيا المالية والتوسع في استخدام تطبيقاتها ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل في هذا المجال الحيوي بهدف تحويل مصر إلى مركز للتكنولوجيا المالية في أفريقيا والعالم العربي. وختاماً، فإنني أؤكد ترحيبنا بإنعقاد هذا المؤتمر الهام على أرض مصر الطيبة، ونحن على ثقة بأن هذا المؤتمر بما يتضمنه من عرض لتجارب دولية هامة وحلقات نقاشية ثرية تضم نخبة من أفضل خبراء العالم في مجال التكنولوجيا المالية سيحقق استفادة بالغة لمصر ودول شمال أفريقيا والمنطقة العربية والعالم أيضاً. فالواقع يؤكد أن للتكنولوجيا المالية تأثيراً إيجابياً على تحقيق الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد رقمي وعلى نمو اقتصاديات الدول وتحسن مستوى معيشة شعوبها، وهو الهدف الذي نسعى جميعاً بكل جهد وإخلاص إلى تحقيقه. أشكركم وأتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.